أهلا وسهلا، إلى مرة ثالث. أنا وو نشكر لكل من رسل لنا رسائل عن الفيديو القادم. اليوم ممكن نحن في نهاية شهر 3 إلى شهر أبريل، وانتخابات سيقام حتى رغم أنه في أصوات بنادي بتأجيل الانتخابات. اليوم أنا بركز في 3 شخصيات، رغم أنه في مرشحين أخرى لرئاسة الجمهورية، لكن 3 شخصيات بالنسبة لي له أهمية سياسية في السودان، اللي هو البشير صادق المهدي وياسر أرمان. ليه أنا بشوف كده؟ لأنه نحن ممكن شفنا الإنقاذ اللي هو من 89 لهذا اليوم، اللي هو 22 سنة أو 21 سنة. ونحن برضو شفنا تجربة صادق المهدي لما الحكومة الموجود سلم السلطة منه أو بإنقلاب العسكري في 89 30 سبتمبر. ياسر برضو أهميته في إنه أحد القادة بتاع الحركة الشعبية أو قادة بتاع السودان الجديد. من ما جت حكومة الوضع السودان خارجيا تعبان، نحن بارتباطنا أو بارتباط السودان بمجموعات رحبيا في العالم، وخروبات الموجودة الآن مثل في الحرب الموجودة الآن في دارفور. فالحكومة تركز في إنه يزل في السلطة على أساس إنه يخطي الجرائم اللي حصل حتى لا يتم تسليم عمر البشير. لذلك الحكومة ستركز في انتخابات، يبذل كل جهود حتى لو زورت ولا عمل أي حاجة على أساس إنه البشير يزل في السلطة، ولما تجي سنة 2000 هو يسلم الجنوبيين الانفصال. ده كل ما حكومة تركز فيه. يبدو مثلا انه هيزور هيبذل قدرة في انه يزور الانتخابات ده. لذلك ناس منو تركز كل كوادر بتاعهم الحزبية في انه ناس توصل اصواتهم للناس على اساس انه ناس يفوز في الانتخابات الجاية. الخيار الثاني في انه ناس تكون مسيدين، لان الحركة الاسلامية لو فشلت أيام حاجات كتير، احنا عارفين لو كله مليشيات لو كله أصلح وممكن يستخدم أي وسائل. لذلك الناس برضو ممكن يكون رغم إنه في فترة ده فترة ديمقراطية، لكن هم الناس المجرمين. لذلك أمن إنه شهر أبريل تكون شهر بتاع الثورة، إنه الانتفاضة الشعبي كل نميرة تمشي بعد 16 سنة. نمنى إنه تكون برضو هو النهاية بتاع 22 سنة أو 21 سنة على الجبهة الإسلامية. نمرة 3 في تقديري إنه تأجيل الانتخابات ما مصلحة الشعب السوداني، الناس اللي عارفين إنه يكون في وحدة في السودان أو ناس محتاجين إنه نحن نزل أمة واحد. لأنه لو جه واحد دس الآن في الفترة ده بدي مجال او دي فرصة في تفاهم بين الجنوب والشمال اساس انه الوحدة اذا كان ممكن. يبقى المرشح القوية في نظري هو ياسر أرمان منور. نحن لو محتاجين انه نحن نصل أمة واحد او السودان واحد، منو نحن نرشح المرشح تاع حركة الشعبية. يعني ياسر أرمان بمفهوم الوحدة السودان، وحدة السودان أو السودان الجديد ما بيخلي أي واحد برا، لأنه بتجي على أساس المواطنة إن السودان هو السودان، ما في نظر ديني أو نظر في إنه ديل شماليين أو جنوبيين أو غربيين. لذلك إذا نحن محتاجين إن السودان تظل دولة قوية واحدة يكون في وحدة السودان وناس متساويين، فترشيح أو انتخاب ياسر أرمان يكون أفضل في الوقت ده، لأساس إنه يصلح الوضع الخارجي للسودان والسودان ترجع كدولة طبيعية معروفة الحديثة. لأساس إنه نحن محتاجين لدول تانية في تطور. لذلك ياسر أرمان منوط يكون نحن المنتخب الوحيد في السودان. أصبح الآن امتحان لأهل الشمال، لأنه في تقديري كان الجنوبيين أول الحركة الشعبية قال للسودان وحدة السودان نحن جبنا ياسر أرمان هو الشمال، لكن نحن بنثق فيه. لأنه مسألة مش مسألة شمال وجنوب، مسألة في منظور أو رواية.
فروع السودان ما بنرفض أي شخصية، لكن بنرفض الأفكار. كناس بترفض الحركة الإسلامية في فرق مجد، بترفضه كأن الشماليين. لذلك أي خطأ في الانتخابات الجائرة سيؤثر في أجيال القادم، وستحدد الانفصال والوحدة. لذلك كل واحد فينا من يسأل نفسه حتى الآن، ماذا فعل الحركة الإسلامية لما جاء على الصوت؟ السؤال نمرة اثنين في إنه السابق عمل شنو؟ أو جديد سابق جاء على السجن يقول للشعب السوداني كان يعمل شنو؟ لأننا عارفين في 89 وضع في السودان برضو كان تعبان برضو. فالصادق ممكن يكون فقط شعبية، لأنه الغرب هو كان السند بتاع حزب الأمة، وصادق من ضمن ناس دانو لما العدل والمساواة جاء الخرطوم السنة اللي فاتت. الصادق كان بدين الخطوة على أنه جريمة، لذلك صادق ما معه حاجة. إذا سلمنا له السلطة برضه الجبهة الإسلامية هتأخذه منه كما أخذه، لأنه أصلا فقد عسكريا وفقد شعبيا. لذلك الصادق لم تكن من الناس نحن نعتمد على ترشيحه، لأنه ما في جديد أنا بشوف أنه ممكن يعمل للسودان. لذلك نحن السودانيين في الأوقات الجاية من نحن نركز في وحدة السودان. وحدة السودان الاثنين ديل ما هجيبه. فياسر عرمان منه نحن نرشح على أساس أنه نوحد السودان، إذا كان نحن محتاجين لوحدة السودان. حتى ولو انفصلت السودان أو الجنوب، ياسر حتكون في علاقات قوية بين الشمال والجنوب، بحكم أنه من القادة بتاع الحركة الشعبية ويوم من بوحدة السودان، وإذا اختار أهل الجنوب انفصال فليكون، لكن هيكون في علاقات كويس جدا بين الناس. وياسر برضو ممكن يغير وجه السودان في العالم، لذلك ياسر سيكون خيار أفضل في السودان. فأنا بشكركم وأمني في إنه نشارك أفكارنا، لأنه الهدف من الفيديو في إنه نشوف الآراء بتاع الناس، وفي مستقبل نحن نشوف لأن أي خطأ بنرتكبه نحاسب عمريا كلنا. فنشكركم على المتابعة، شكرا.